السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبارك الله ورزاك الله خير. وياك تفضل. ما الفارق بين المقربين وأصحاب اليمين؟ ولما الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولما ذكر أصحاب اليمين في آخر الآيات قال سلة من الأولين وسلة من الآخرين. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في الجملة الناس في الآخرة على ثلاثة أقسام، قسمان من أهل الجنة وقسم من أهل النار، وبعد ذلك كل قسم يتفرع إلى تفريعات. الأقسام الثلاثة هي المقربون وهم أعلى الرتب وأفضل الدرجات، ثم أصحاب اليمين من أهل الجنة أيضا ولكنهم دون المقربين، ثم أصحاب الشمال. قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالمقربون هم الدرجة العليا من أهل الجنة، أصحاب الدرجات العلى من أهل الجنة، وسائر أهل الجنة أصحاب يمين، وبعد عياذا بالله أصحاب الشمال. قال تعالى في نهايات سورة الواقعة فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وقد ذكر مثل هذا التقسيم في سورة الإنسان. الله قال في كتابه الكريم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فالأبرار الذين هم أصحاب اليمين يشربون من التسنيم ممزوجة، أما المقربون فيشربون منها صرفا خالصا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ في اللحم، يعني في ملحمة عندنا في الأردن. الصوت غير واضح، صوت مشوش. بقول سيدي أنا بشتغل عند واحد وبقول لي يعني لحام عند لحام عند جزار يعني. سمعتني يا سيدي؟ سمعتني؟ أنت تشتغل عند لحام، واللحام بلغتكم الجزار غير اللحام في مصر. ايوه بشتغل سيدي انا عند لحام، فاللحام يقول لي قول للناس ان هاي اللحمه روماني معناها استرالي. هل انا غشاش وراسي بيكون حرام ولا حلال يا سيدي؟ يعني يريدك ان تخبر الناس بغير الحق. ايوه يعني اقول سيدي عن اللحمه روماني وهي استرالي وهي استرالي، راسي حرام ولا حلال كذا؟ راسي يعني حرام ولا حلال؟ اذا قلت عن اللحمه هي روماني وهي استرالي فأنت رجل أيوة. غشاش كذاب. ماشي سيدي، أنا راتبي حلال ولا حرام؟ راتبي حلال ولا حرام يا سيدي؟ لا، راتبك فيه خلل، راتبك فيه خلل سيدي. أنت آثم على قدر الراتب، فيه جزء حرام. أنت بتقطع التقطيع حلال لكن الغش حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انا اخي اخويا توفى وعليه صوم وصلاه، ممكن ان انا اصوم واصلي عنه؟ عليه ماذا؟ عليه صوم وصلاه. عليه صوم وصلاه. عفوا الصلاه لا احد يصلي عن احد، يبقى النظر في الصوم. لماذا افطر؟ الله يسامح يغفر له. لا يعني افطر متعمدا او افطر لغرض؟ ايوه متعمدا. افطر متعمدا، امره الى الله، لكن ان صمت عنه
من مات عليه الصلاة والسلام عنه وليه، إن صمت عنه نرجو الله أن يرحمه. أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك، تفضل. والله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. عندي سؤال لحضرتك. تفضل. أنا راجل موظف وولادي ضغطوا عليا من فترة كده والشيطان وخليني عملت كارد عشان أبنيهم. فهل ديت هتفضل كده هتفضل دي كبيرة؟ نعم. هتفضل كده لغاية ما أخلص الكارد ولا أعمل إيه؟ ربنا يعزك. هي كبيرة، ارتكبت الكبيرة. فأمرك إلى الله، إن شاء عقبك وإن شاء عفى عنك، لكن لا تيأس من رحمة الله، اجتهد في العمل الصالح. ادعي لي ربنا يكرمك. الله يوفقنا وإياكم. الله ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك. الله يكرمك، تفضل. السائل يسأل عن قضاء صلاة الضحى، هل تقضى أم لا تقضى؟ عموما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يحملنا على القول بالقضاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، قريت قبل كده في خطبة الجمعة إن الصحابة لم يدعوا في أوقات الطواعين. عفوا، ان الصحابة لم يدعوا دعاء القنوت في كل صلاة في زمن طاعون عمواس. من الذي قال ذلك؟ قرأته يعني على الانترنت. انت قرأت على الانترنت، ليس كل الانترنت لقيط، كل واحد يريد معلومة يضعها على الانترنت، لكن ما عندنا نص يقول ان الصحابة لم يقنطوا في طاعون عمواس، ما عندنا نص يقول كذا. لكن ممكن واحد يقول لم أقف على شيء إن أنهم قنتوا، لكن عندنا أصول تفيد أننا نقنط عند النوازل، النبي قنت عند النوازل. تمام. بارك الله فيك. نلجأ إلى من يا أخي؟ نلجأ إلى من كي يكشف عنا الضر؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قناتنا في صلاتنا، اللهم اكشف عنا الضر، ما المشكلة؟ أنا حبيت بس الضمن اللي يتسنى يعني. الله يبارك فيك، تفضل. بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل، الله يحفظكم. سددكم الله. وإياك والمسلمين. الله يحفظك. عندي سؤالين، الله يحفظكم شيخ مصطفى. تفضل، الله يسلمك. الله يسلمك. شيخ مصطفى، من بات متوضئا ما بات معه ملك في شعاره ملك، لا يصح. طيب الثاني الله يحفظك، قتل البرعص يا شيخ مصطفى الله يحفظك. ها عفوا، وياك. قتل البرعص الله يحفظك. قتل البرص. نعم نعم الله يحفظك. البريص الوزغ. قتل الوزغ حلال، قتل الوزغ فيه أجر، وورد حديث في صحيح مسلم أن من قتلها في الضربة الأولى فله من الأجر كذا وكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. واخد بال حضرتك؟ طبعا العذاب أو النعيم في القبر العلماء قالوا على الروح، فكيف تكون يكون العذاب على الروح في القبر وهي من روح الله؟ ده عامل عندي، كيف يكون العذاب على الروح في القبر وهي من روح الله؟ أنا أسألك سؤالا. اتفضل. الله يهديك من فضلك. هل ورد عندك في الكتاب العزيز أو في السنة أن العذاب في القبر على الروح؟ لا، بس أنا بس شفته. سؤال محدد بس أجبني عليه، بس يعني أنا أريد الإجابة عليه الأول. هل ورد عندك في الكتاب أو في السنة نص يفيد أن العذاب على الروح؟ لا، بس حضرتك طبعا أفضل مني في هذا المجال بكثير. يا حبيبي أنا ما زلت أسأل لأنك أنشأت تعارضا، فعندنا عند إنشاء التعارض
لازم يكون المعارض والمعارض صحيحان. نعم صح. نعم. كده يعني. نعم. واحد بيعارض شيء بشيء لازم يكون هذا ثابت وهذا ثابت. أما نعم. إن كان واحد غير مدلل عليه وآخر مدلل عليه فنحن مع المدلل عليه. نعم. فالسؤال ما زال قائما طبعا. نعم. جواب إن شاء الله جوابك له وجه إن شاء الله سنجيب. لكن أنا أسألك سؤالا الآن، هل أنت وقفت على أن بنص آية أو حديث على أن العذاب على الروح؟ لا، لا. لم تقف على نص. إذن لا معنى للتعارض. ثانيا، هل الروح تتعدد معانيها أم لا؟ أنت عندك الروح، عندك الروح مثلا في أمر ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. من أمر ربي. نعم. يعني لم يعلمها النبي محمد، لكن أيضا كلمة الروح أطلقت على جبريل عليه. نعم. السلام، اللهم أيده. نعم. بروح القدس. نعم. كلمة الروح أيضا منها معاني موجودة نفهمها. نعم. ومعاني أقول لك خرجت روحك. نعم. يعني خرجت روحك يعني مت، خرجت الروح. نعم. منك. نعم. الروح اللي فيك خرجت منك. نعم. ما صورة في روح طيبة وروح خبيثة، أليس كذلك؟ أيها الروح الخبيثة، إنها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. نعم. أليس هذا الحديث؟ نعم. وفي روح طيبة. نعم. في أرواح طيبة وأرواح خبيثة. نعم. كلمة الروح تتعدد معانيها، وفي الأصل في هناك من معانيها معاني لا يعلمها إلا الله. السلام. نعم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخنا، أنا أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يجزيك خير وربنا يطول في عمرك. ويفطاعة الله جميعا يا رب. تفضل. لا تسألي بسيط بس حضرتك، وقت أنا من يعني من المهن العامة، المهن العادية، هل يجوز لي أن أنا أطلب صدقة من حد ولا لا؟ عفوا، أنت ماذا؟ عامل بسيط. عامل بسيط، لكن عامل بسيط دخلك يسترك أو أنت محتاج؟ لا محتاج، وعندي بنت بجهزة وأولاد كده في بحر. يعني فقير. آه. على كل جاز لك أن تسأل، وتعففك عن السؤال أولى. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا نشهد الله أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك هو حضرتك يعني طلب بسيط لحضرتك، ونتعلم من حضرتك ونرجو توجيه يعني كلمة للعلماء الأفاضل الذين يخرجون علينا ليل نهار وينادون أم المؤمنين أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق عائشة رضي الله عنها زوجة نبينا، يقول عائشة كذا وروان عن عائشة حديث كذا، هل يصح أن أم المؤمنين زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج علينا العلماء الأفاضل الأكابر؟ هل يرضى واحد منهم أن يقول مثلا الشيخ محمد ابن فلانة ابن علانة؟ هل هذا في دين الله عز وجل؟ يعني صبرا 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 يعني عفوا انتبه معي، أنت ما انصرفت يا صاحبي. تفضل سيدنا. سمعك الله يسلمك ويبارك فيك. يعني أنت الآن انتقادك على ذكر من على من قال عن عائشة رضي الله عنها. أنا أنتقل صبرا بس يا حبيبي صبرا. أنا لا أرضى أن واحد من صبرا بس يعني عفوا عفوا يعني أنت بجسد مسألتك فقط. يعني هل انتقادك أنت أن نقول عن عائشة رضي الله عنها هذا انتقادك؟ أيوة نعم. تريد أن يقول يا أخي اصبر علينا بس، تريد أن نقول ماذا؟ تريد أن نقول ما؟ تريد أن نقول ماذا؟ يخرج علينا الأفاضل يا حبيبي بس أنا أسألك التوجيه الذي ماذا تريد أن يقال؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب أيضا في هذا الصدد قال تعالى في كتابه الكريم ومريم ابنة عمران، إيه رأيك؟ الله الذي يسمي كيف يشاء. الله الذي يسمي كيف يشاء. الصحابة رضي الله عنهم
لما روى عن عائشة، إذا كنت تقرأ في أي كتاب من كتب السنة، أي كتاب على الإطلاق، أي اقرأ في أي كتاب في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في أي كتاب، عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها، عن أنس عن عائشة رضي الله عنها، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، كلمة رضي الله عنها فيها عظيم فضل، فلم نجد في كتب السنن. نعم يا أمنا، لا نختلف أبدا أن أنها أم المؤمنين، ومن يشك في ذلك يكفر، لكن أنا أقصد التداول، التداول موجود في عموم كتب السنن، في عموم كتب التفاسير. يعني يا سيدنا حضرتك أنت تبيس بأن يخرج علينا مثلا سيد أو زاد من الناس ويقول تقول عائشة، هل ترضى بذلك حضرتك؟ لا، أنا أقول أم المؤمنين عائشة، لكن إذا ذكر ذلك شخص لا يلام عن عائشة وترضى عنها، إذا ذكر شخص قال عن عائشة رضي الله عنها لا يلام، إذا قال شخص عن أم المؤمنين عائشة، أصل الغلو في مسائل ما يصلح فيها الغلو، لا تنال من الناس بناء على رأيك، أنت تنال من الناس وأنت المخطئ. أقول لك اقرأ البخاري في مئات الأحاديث عن عائشة، ماذا قال البخاري فيما يروي عن عروة عن عائشة؟ حدثتني عائشة رضي الله عنها، موجود مئات المرات. السلام عليكم. لأن الشخص أحيانا ينتقد بناء على الهوى، يعني زي أننا نقول على عائشة عائشة رضي الله عنها، هذا قوله، لكن عندنا السلف أشد تأدبا منا، ونحن نعلم ونوقن أنه أم المؤمنين رضي الله عنها. السلام عليكم. وليست عائشة فقط يا الأخ، الكلام كلام الأخ ينتقل على سير الصحابة عن عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. إذا ذكرنا الكوني عن أبي حفص عمر، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما كلهم صحابة وأفاضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم نعم يا حبيبي. ما عندك؟ الخاص يا فندم. نعم، اريد رقمك الخاص. موجود في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل ما عندك. طب رقم الشيخ الصحر علوي بعد من حضرتك. موجود مع الاخوة في الغرفة، خذه. السلام عليكم. واصل الإجابة على الأخ، لأنه استحسن شيئا وخطأ الناس بناء على استحسانه، خطأ الناس بناء على استحسانه. عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون، وموجودة الرواية عنهم في كتب الصحاح البخاري ومسلم، مسند الإمام أحمد، سنن أبي داود، عموم الكتب. أنا ما وجدت في سند من الأسانيد، مثلا في حديث نعم الأعمال بالنيات، الحديث مسند، حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه، ما وجدت كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه، مع أن عمر سيدنا والصحابة سادتنا، لكن ما وجدت كلمة سيدنا لأي صحابة موجودة في الكتب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال الله عز، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما في الكتب عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن الصحابة أعلام وسادة وأئمة، لكن هذا الوارد، ونحن اتبعنا الوارد عن أصحاب رسول الله في نداءات بعضهم لبعض، وعن التابعين في نقلهم عن الصحابة رضي الله عنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ يا شيخ مصطفى. نعم. في اشتراك الأضحية يا شيخ مصطفى، كنا ستة أشخاص بنية الأضحية.
وبعد شرائنا للأضحية تبين لنا أن أحدنا يريد أن يشارك آخر يريد لحما، قال أنا لا أريد أضحية، هل يؤثر ذلك على أضحيتنا نحن الخمس؟ اشترك مجموعة من الأشخاص في بقرة توفرت فيها شروط الأضحية، لكن أحدهم جعل قسمه لحما لا يريد أضحية له ذلك، وآخر جعل قسمه عقيقة لا يؤثر على الآخرين، لا يؤثر على الآخرين. الله يجزيك خير، دعوتك لدينا يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل شيخ مصطفى الله يحفظكم. في شيخ عندكم اسمه طارق يوسف يزعم انه من اهل السنه. طارق يوسف يتكلم عن الصحابه كلام غير لائق، خاصه سيدنا عمر الله يرضى عنه. بعدين يبجلها الرافضه يقولون له سماحه الشيخ، ما دي ردكم الله يحفظكم. السلام عليكم. والله انا اول مره اسمع هذا الاسم، لكن عموما بغض النظر عن الاسماء، من هاجم اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق ومرتكب لكبيرة من أشد الكبائر، وقد ينتقل إلى الكفر إذا طعن في عرض أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله. فأنت تعرف والحمد لله أن الله رزقك البصيرة أنك ذكرت أن الروافد يبجلون، فهي علامة عليه، الروافد يبجلون ويقولون سماحة الشيخ فلان لكوني سباب شتام مثلهم. بارك الله فيك. أما اسمه ما أعرفه والله، أول مرة أسمع هذا الاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. بارك الله في عمرك. ما في عمرك. أستأذنك يا شيخنا سؤالين بس أسمع الإجابة بعد ما أقفل بعد إذنك يا شيخ. إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخنا، أنا والدتي ست كبيرة في السن مصابة بجلطة في المخ، فالجلطة أثرت على بيت التركيز بالنسبة لها، فأحيانا وهي بتصلي بالتركيز، يعني مثلا قاعد قدامها يا شيخنا تمام أقول لها اركعي اسجدي الكلام ده كله نسبة من التركيز، لكن في تركيز بعض الأحيان شيخنا، لكن لو سبتها في الصلاة ممكن تلخبط، يعني ممكن تصلي الظهر 4 تصلي الظهر 5 تصلي 3 على حسب الظروف، فلازم أوجهها. خطوة حضرتك بشأن التوجيه دوت إيه يا شيخنا؟ وهل يعني عفوا بس ركز في الكلام، أمك مختلطة تمام وأنت تحتاج إلى تذكيرها تمام، أحيانا يصعب عليك تذكيرها تمام يا فضل. القلم تمام. مرفوع عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هنا فريضة تسقط عنها. ما هي إذا كانت لا تدرك عقلها ينسى يذهب ويجيء تمام، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، والحمد لله والحمد لله اننا نعبد ربا رحيما عليما. تمام يا شيخنا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فضيله الشيخ بالنسبه نعم للصلاه في المسجد، والدي بقى بيفضل موجود مع والدتي تمام، وهو راجل برضه كبير، السؤال بقى للعموم يا شيخنا، هل لكبار السن دول هنا الصلاه في المسجد ممكن يستثنوا للظروف اللي احنا فيها، ولا برضو الواجب قائم بالنسبة؟ لا عفوا، الظروف التي نعيشها ونحياها ظروف خاصة الآن، ظروف الآن خاصة مع انتشار الأمراض ومع التباعد في الصفوف، فلهم رخصة أن يصلوا في بيوتهم. نعم. بارك الله في عمرك. وفيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بس أسأل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أسألك سؤالين بس. ها. أول سؤال، أنا ليه يعني قريبة لزوجي وكده، أنا ببرها دايما وبصلها وعلى طول إن أنا ما بتقطع في حقي، أنا اللي بروح وببادر عشان ما أعملش حياة أسرية مشتتة بالنسبة لي. عفوا، ولا فهمنا ولا كلمة. حضرتك انا ليه عمتي اخت جوزي. ها؟ عمتي اخت جوزي. عمتك اخت زوجك، هي ليس اسمها أيوة. عمه على كل حال، اخت زوجك مالها؟ نعم. هي حضرتك دايما يعني بتعمل مشاكل ليا في حياتي، وانا دايما عفوا الان انت تشكين عمتك اخت زوجك وانها تعمل مشاكل، وستسترسلي في الحديث
والمقام ليس مقام طعن في الأشخاص، لك سؤال خاص، قد تكوني أنت صديقة وقد تكوني كذابة، فلا نطعن في أحد على الهواء، قد يعرفك ناس. فعموما اسألي على الهاتف الخاص سؤالك، ولا تشهري بأخت زوجك على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. هسأل حضرتك سؤالين بس. حضرتك أنا مدرس مدارس خاصة، مدرسة خاصة. فبيطلبوا مننا إن إحنا نكتب بضغط، يعني ممكن نزود سنة عن مستوى الطالب عشان لو ما كتبناش هم هيقطعوا الورقة ويكتبوا غيرها. أنا اشتغلت في كذا مدرسة، في بعض المدارس بيقولوا لا لازم تكتب كده تمشي يعني، وسبت المدرسة مرة وروحت اشتغلت في شغلانات تانية فيها حاجات حرام أكتر. بالإضافة إن أنا يعني الطلاب بياخدوا مني مثلا الكذب حرام، صلي يعني، بديهم برضه حاجات يعني كويسة. وفي زملاء ليا بيقولوا لي احنا نكتب احنا الدرجات وما تكتبهاش انت، فبرضه هو يعمل الحرام يعني. فنصيحتك ايه يعني؟ انت الحمد لله انك قلت انه حرام، يعني طالب راسب، طالب راسب اتى بدرجة 10 من 100، هم يريدونك ان تكتب اتى بدرجة 50 من 100. لا لا، في اعمال السنة، مش في يعني مثلا شفوي او سلوك او الكلام ده. يقول السلوك انت تقومه في الفصل. لا، اذا نسأل غيري كاملة. اسأل غيري، اما التزوير لا اجيزه. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، حكم يعني اخذت عربون وبعدين عايز بيع. نعم. الحكم لو قبضت العربون وعايز ارجع في البيع يجوز؟ قبضت عربونا وتريدين، كتبت عقد ولا ما كتبت عقد؟ ما كتبنا عقد ولا كتبنا حسب يعني على عربون ده اي ورق. اه عايزه يعني ارجع في البيع وارجع له فلوس. في سؤال يعني. اتفضل. اه انت اعطيتيه وعدا. ايوه اعطيتيه وعدا. هو لك ان ترجعي في البيع لان البيع لم يتم، لكن رجوعك مكروه ليس بمحرم. ان البيع لم يتم. ايوه البيع لم يتم. طيب سؤال ثاني لو سمحت. نعم. الزوج اعطى زوجته المصروف الشهري وقال لها الفلوس اللي تتبقى منها يعني ايه اتصرفي فيها يعني زي ما انت عايزه. كويس. فالفلوس دي كثيره يعني مبلغ كبير. فهل لو توفى الزوج الفلوس دي تبقى ميراث ولا ليها؟ تتصرف فيها كما هي عايزه ايضا. شكرا جزيلا. الوكاله ما زالت قائمه. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير. يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.